رومانسي مثلا يبدا عمرها 25 سنه وانت كي تراها تقول هذه 40 42 الفوق. علاش؟ اللي تتكيف، اللي تشرب، اللي تزطل، اللي تدخل في دومانات اخرى، هذيك راهي تكبر. هاي ونصيحة لبرشا بنات، بالله نصيحة لبرشا بنات، راه الدومانات الأخرى راهي تكبر في الوجه وتكبر في العمر. راهي لبستها تخليك تعطي عمرها مش عمرها، ولا تاخذ عليها فكرة مش كيما هي، ولا هذه من الحاجات اللوك نتاعها وستيلها ولبستها هما اللي يخليوك معناها تحكم عليها. ما نعرفش تنجم تعطيها عمر أكثر من عمرها، وإلا عمر مش نقولوش أصغر من عمرها، الأكثر هي عمر أكبر من عمرها. هو هم الدنيا يكبر، المسؤولية تكبر، المشاكل برشا حاجات معناها. وفما عبيد تلقاها تبركرها في الستينات وتظهر ما شاء الله ترنكوشة ومحلاها، والمسكوات والبوتوكسات هذاكم يصغروا ولا تسنفلوها معناها. من كد مسكين تلقى تعاني في أم ولا في بابا وفي إخوات ما عندهاش باش تصرف عليهم، يبدو بيتين ليلة ما غير عشاء ما عندهمش. أنا بحذايا ناس يسخف وهي تلقاها مسكينة عمرها 20 سنة تقول عمرها 40 عام. علاش؟ الهم هو اللي هبطها، والميزيري وقلة المصروف، قلة الماكلة، وتخمم على مالية، تخمم على صغارة، تخمم على الدار، تخمم على كيفاش تحبها ما تكبرش. كبرت لعمرها كل شيء يطيح. نسيانها لروحها لذاتها، هي تبدا تعطي لعائلتها، تعطي لراجلها، تعطي لاولادها، تفرغ اللي عندها الكل، وتبقى هي ما بقى لها حتى شيء، لدرجه اني تظهر عليها التجاعيد ويظهر عليها التعب ويرجع عليها الكل. خاطر ما تلاقيش بروحها، يمكن خاطر ما تقدش وما مش ليها بشكلها، مش ليها. هذيك هي. حسب رايك. هذيك هي ما تلاقيش بروحها، ما تمكياش، ما تقدش، التعب، الرهيق، الستريس. ستريس مثل الدار، الوليد، الصغار، الراجل. تعب نفسي ولا جسدي؟ نفسي، مو يصير كي تعب نفسانيا يولي ما عادش ليه بروحه. تعب من الخدمة وديما تخدم باش تتعب، حتى وجهها يتعب، تتكمش، وجهها يتكمش، تتعب، يظهر عليها التعب. فما إهمال؟ إي إهمال، ما تلاقيش بروحها وباش يمكنش توفر ليش هي بروحها تنجم لهذيك الاهمال هذيك توفروا لصغارها نهار اخر باش تضحي على صغارها. تعرف شكون هكا؟ نعرف برشا ياك. على جارتنا مش ليا بروحها وديما يعني حتى حوايج ما تشيش هي الحوايج ديما تحب تظهر صغارها، ما عندهاش هما بوها راجلها ميت مثلا ديما يعني هي مش ليا بروحها، حتى كي تشوفها اصلا في وجهها تقول مراه مزت صغيره، يعني هي مكهبه 35 تشوفها ديما كبيره. هاو سليب صغارها وباش توفر لهم المعيشه نتاعهم، ما تخلوش ناقصه حاجه. انت لاهي بروحك؟ انا والله لا، مش ديما. علاش هكاك؟ مش ليا بروحي ديما، ما مكيش ديما، ما قدش ديما. قلت لك تلهي بروحها معناها صغيره في العمر. اي نجم تكون، ولا تبدا مرتاحه معناتها، ما عنديش شنو هي حاجه تشخشبها ولا حاجه، فهمت؟ تشخشبه انت لا؟ اي نجم تقول. فما نسيت تقول لك انا اللي باش ناخذ به مكياج وباش نتلهي به بروحي نشري به اللبسه لصغاري مثلا. اي فما يقولك باش تشري به حتى شلاك، اي باش تمشي تشلاك لي، اي تمشي تاخذ بها حاجه لصغارها، باش تمشي تشري الماكله تقول لي نود صغاري ابجل، هي تلقاها تخدم في دار مسكينه تقولك بالله خلي لي نهز فطور لصغيراتي ونعطي حاجه لصغيراتي ابجل من نيان اختي انا باش ناكل وين حطوا لي نهز لصغاري، مش نهم هو اللي يهبط بنتي يردك صغيرة الفلوس هي اللي تصغرك، واللباس والمزيرة هي اللي تهبطك لوط كبر قبل عمرك. شنو حاجة أخرى التعب أبار اللي كنت تحكي لي فيهم؟ أبار ظروف زادة، الظروف تخمم برشا، عندها ظروف تعبها في الدار هذيك، حتى هذيك راهي تكبر. البشر كراجل كامرأة تكبروا، كي يبدأ عنده هو مسؤول في العيلة، حتى كان ولد صغير في العمر عمره 21 22 تعطيه عمر 35 هذا. مسؤولية يعني؟ مسؤولية، حتى المسؤولية عندها دور كبير. مسؤولية ويخمم برشا ومش لاهي بروحه وكل شيء، واللي باش يخدمهم لدارهم، حتى البنية اللي باش تخدمهم وتهزهم لدارها، لازم البنية باش تعمل شوية مكياج وباش تعمل كما صاحباتها باش تظهر صغيرة. وبرشا بنات تخزر تقول هذه عمرها 30، هذه عمرها 35، وهي صغيرة عمرها 20 21. وتوا العكس، وبرشا بنات عمرها 17 عام تجي توقف قدامك تقول لك
والله هي عمري 20 21 وهي عمرها 17 وانت تعطيها 20 21 تعطيها حتى 25. مظاهر خداع. المظاهر مش كان خداع على الاخر زاد. شو داير لي شي ودك المظاهر؟ شني؟ انت شبيها؟ ظاهر لي بقلقتك برشا المظاهر. والله لا ما نركزش. خاطر نعرف انا طفله كي توقف قدامي درج نعرفها شني. اذا كان مغشوشة ولا مش مغشوش قلبها نعرف ومخها شنو ومونتاليتي نتاعها شني نعرف خبره. نقول لك اسلم جرب. فما شكون زاد يقول لك المسؤوليه تكبر. اي انا يعني قلت لك الهم هم الدنيا. ايش معناها هم الدنيا؟ راهي هم الدنيا مش كان مشاكل، راهي مش كان ضرب، مش كان هم الدنيا راهي بمسؤولياتها بصغارها بكبارها بتضحيات. اكيد معناها ماهيش معناها راهي شو الدنيا بما فيها، فيها تضحيات، فيها مسؤوليات، فيها خدمة، فيها ستريس، فيها محلية، فيها جو، فيها كل شيء، فيها كل شيء ما هو باهي، كل شيء ما هو خايف. فهمت؟ هذاك اللي كبر، هذاك اللي سرتو ثم عبيت معناها ثم نساء تلقاها مسؤولة على عائلة وصغار وكذا، تلقاها ما عندهاش راجل، تلقاها ما عندهاش شكون معاها يدز معاها في البرويطة. فهمت؟ هذيك نساء يبان عليها الكبر في ساعة. الوضعية هذه تأثر على علاقتها مثلا بزوجها بغيره؟ أكيد أكيد أكيد. كي تبدأ مرأة مثلا في الترونتين ظاهرة في الكارونتسانك ما بار إكزومبل يولي رجلها ما عادش منعش أنا يولي لوج جون في أصغر أحلى. فهمت؟ خاطر العين ما يملاها كانت تدوز التراب. ما نعرفش شكون هكا، ما احنا عايشين في مجتمع هكا، احنا عايشين في مجتمع عينه زايغة شوية. هي لو امرأة كي ترى امرأة مزيانة تقول لك محلاه، فما بالك راجل. زملاء في الكواليس قال لك الهم يكبر. حاجة أكيد هذيك، الهم يكبر بالطبيعة. أما مش موضوعنا هذاك الهم يكبر. معناها ما نعرفش الهم يكبر ذا اللي باللي ما تنجمش تحكم عليه أنت معناها في عمره ولا في كل سواء راجل ولا طفلة يعني. باللي ما انت تصور قد تعطيني عمر مثلا. ما نعرفش مانيش فرحة برشا. اي خاطر بالهم ما تعرفش نجمش تحكم بيه هذاك. توا نحكيو على نساء بالعكس تبدا هي كبيرة في العمر كي تراها تعطيها روح صغيرة وكل شيء. باه نرجعوا نقلبوا الموضوع اللي حكيت فيه بالعكس توا. تبعد على الدومينات الأخرى وتبعد على الدخان وتبعد على اللي تشرب تبعد على الشرب واللي تبقى نظيفة واللي تبع سبور كل شيء واللي تحافظ على روحها تبقى راي صغير. خاطرها مرتاحة في حياتها نجم تكون تهنية نجم تكون برشا هكاك. ولا خاطر ليا بروحها ديما ليا بروحها ما تخليش روحها لي هي لا كبيرة لا صغيرة. حتى يعني أنا هاني عمري يعني 19 ما يعطونيش ديما يعطوني أصغر من عمري. هذيك هي ايش يعطيوك؟ أقل 16 14. خاطر أنت ليا بروحك مثلا كيف ما هكاك. هذه المرأة نشجعها ونفرح بها برشا. أنا كمرأة المرأة هذيك ساعة أول حاجة ما تحطش في قلبها، ما تخليش هم الدنيا عليها، ديما تديشارجي، ديما تفرغ، ديما تنقص على روحها تعب، تعمل روحها ديزاكتيفيتي، تعمل روحها سبور، تعمل روحها نشاطات، تمشي تخالط ناس، تعمل مع ناس، تولي وقتها ما يأثرش عليها مفعول السنين ومرور السنين وتعب اللي هي عايشته في دارها في وسط عائلتها في وسط ناسها. تفكر في روحها قبل، تفكر في روحها قبل. حسب رأيي أنا المرأة ما يلزمهاش تعدي عمرها كامل تخدم في الآخر. أول ما تعمل تخدم روحها ساعة، تخدم روحها، تتلهي بروحها، تعتني بقرايتها بحياتها الخاصة بكل ما يضيف لها يزيدها هي لحياتها، يشرجيها يعبيها يقويها، يعطيها الإشعاع في وجهها، يعطيها الراحة، يعطيها الجمال. موش ديما إذا بتبقى ديما تعطي راهي بالحق تطيح وتكبر قبل وقتها. وهذاك اللي أمياتنا مسكنات قبل ما كانوش يعرفوا كانوا يعطيه، وهو راهو فيه أجر وفيه ثواب أنك تعطي، لكن زادة تتحاسب على نفسك يوم القيامة إذا كان تبقى كان تعطي يزمك تاخو زادة. شكون يقول لك معناها كي يبدأ إنسان متفرهد ومش عاقدها كما نقولوا عايش بالقدرة وكل شيء يبدأ صغير في العمر معناها متأثرش فيه الظروف. إيه صحيح لازم يطري يقولوا. إيه صحيح هكاك بالطبيعة طريقة الحياة وكل واحد شنو الميدان اللي عايش فيه يخليه معناها ما نعرفش يا اما يبان كبير يا اما يبان صغير. الحل في هذا اني قد ما تعطي قد ما تاخذ.
يلزمها كي تعطي للعائلة وتعطي للصغار تخلي للروحها وقت باش تعيشه هي، باش تفرح بروحها، باش تحس بكيانها، باش تاخو هي بيدها، هي تتعلم تقرأ تثقف تخالط الناس وتعطي الوقت الفراغ ولا الفاضل للناس الأخرى. خاطر إذا هي مش موجودة وإذا هي ما هيش معناها عاتية للروحها مكانة، راهي مستحيل كان تعطي للناس الأخرى مكان، راهي مستحيل كان توفر للأخرين إذا هي مش موفرة للروح.